معانا على التليفون الدكتور كمال شعيب المحامي بالنقد، وهو محامي الأستاذ هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك. مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا دكتور. بداية أنا بس عايز أعرف هي القضية دي إيه بالظبط، وإيه سبب التحفظ على والحجز على أموال رئيس لجنة الزمالك؟ يعني محتاجة أفهم أكتر من كده. طيب يعني اولا بس اسمحي لي ان انا اهني حضرتك على البرنامج الجميل ده. اشكر حضرتك وعلى الاداء المتميز، والله ان شكرا لحضرتك. يعني بفضل الله البرنامج بقى من افضل البرامج اللي موجوده حاليا، فحقيقي ده بسبب ادائك المتميز والرائع، يعني اشكر حقيقي حضرتك والله. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتفضل. طيب يا فندم، احنا يعني حصلنا للاستاذ هاني العتال على أكثر أو ما يقرب من 20 حكم قضائي على رئيس اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك حاليا. الأحكام دي منها أحكام جنائية ومنها أحكام مدنية بالتعويض، والنهاردة كان أول إجراءات خدناها بخصوص حكمين اتنين، وخدنا إذن من السلطات القضائية المختصة بالحجز على حسابات رئيس اللجنة المؤقتة الحالية تنفيذا للأحكام القضائية دي. طيب. ودي طبعا زي ما حضرتك قلتي دي عن وقائع المتعددة، نعم. السب والقصف والتشهير، ولكن بفضل الله القضاء أنصفنا مش في حكم ولا اتنين ولا في ثلاثة، لا ده ما يزيد أو ما يقرب من 20 حكم بخلاف القضايا المتداولة. تمام. أنا يعني تابعت الأخبار النهاردة، شفتها الحقيقة على أكتر من موقع إخباري، ولكن بس مش فاهمة، هل التحفظ على أرصدة نادي الزمالك؟ لا لا اطلاقا، كويس ان حضرتك اثرت النقطه دي. الحجز ده ملوش علاقه تماما باموال نادي الزمالك او حسابات نادي الزمالك اطلاقا، ده ليه علاقه بالحسابات الشخصيه الخاصه لرئيس اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك، ده ملوش علاقه بصفته تماما. هل ده هو هيأثر هيأثر على اي تعاملات في حسابات نادي الزمالك، اي تعاملات ماليه لنادي الزمالك؟ لا يا فندم اطلاقا، ملوش اي علاقه تماما بحسابات نادي الزمالك، ده ليه علاقه بالحسابات الخاصه الشخصيه، ملوش علاقه اطلاقا بحسابات نادي الزمالك. يعني لكل جمهور نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك انه ما فيش اي اجراءات حجز على حسابات ماليه لنادي الزمالك، الموضوع موضوع حسابات شخصيه لرئيس لجنه الزمالك. تمام، مفيش تمام. اي، كويس ان حضرتك وضحت النقطه دي تماما، مفيش اي حجوزات ايا كانت على حسابات نادي الزمالك، الحجز هو على الحسابات الشخصيه الخاصه برئيس اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك بالظبط، لانه المساله ممكن يحصل فيها خلط، واكيد الاعضاء صحيح. هيبقوا مهمومين بالنقطه دي. طيب كويس جدا حضرتك وضحت ده، ايه اللي اتفضلي. يحصل عشان الحجز ده يتشال؟ المفروض ايه الخطوه اللي تتم؟ ايوه فندم، هو لازم يتخذ اجراءات رفع الحجز بسداد المبالغ المستحقه بالاحكام اللي احنا حاجزين بيها. يعني لازم سداد الحجز المبالغ. الغرض منه التحفظ على الاموال لحين سداد مبالغ المحكوم بها كتعويض. يبقى احنا كده عندنا 2 سيناريو، السيناريو الاولاني سداد المبالغ، السيناريو الثاني عدم سداد المبالغ. ماذا يحدث؟ ايه الخطوه القانونيه في حال تم سداد المبالغ؟ وايه الخطوه القانونيه في حال تم او ما تمش سداد المبالغ؟ في حال ان احنا تم سداد المبالغ بيتم رفع الحجز، في حال عدم سداد المبالغ الحجز ده اسمه حجز تحفظي. يعني انا متحفظ على المبالغ لحين ما تسدد، طب المبالغ لم تسدد الحجز ده بيتقلب لحاجه اسمها حجز تنفيذي. يعني الجهات القضائيه تدخل بنفسها تاخد المبلغ وتديهولي. ففي حال عدم السداد التلقائي بيتم دفع المبلغ جبرا من خلال الهيئات القضائيه. حضرتك متوقع ايه؟ لا ان شاء الله هنكتبه جبرا. يعني توقعات حضرتك يعني مهمة جدا يعني. والله لا ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك كده، يعني التنفيذ هو اللي هيجيب الفلوس باذن الله. ان شاء الله دي خطوة قانونية اكيد مهمة وخطوة للامام، وبلغة القانون انتصار، يعني بلغة القانون هذا هو انتصار، وطبعا احكام القضاء هي عنوان الحقيقة. أكيد يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال شعيب المحامي بالنقد، ومحامي الأستاذ هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك.